احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج طلبتها للعام الجامعي 2017-2018، والبالغ عددهم 298 خريجا وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي. احتضنت مملكة البحرين حفل تخريج طلبة جامعة الخليج العربي للعام الجامعي 2017-2018، والبالغ عددهم 298 خريجا وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، وبحضور الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة. وفي كلمته خلال الحفل قال النعيمي أن جامعة الخليج العربي قد حرصت منذ نشأتها على أن تكون صرحا للامتياز العلمي، فكان لذلك كبير الأثر في أن يكتسب خريجوها فرادة وتميزا. إنها مناسبة طيبة أن نشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من طلبة هذه الجامعة التي تشكل نموذجا للتعاون العربي على الصعيد الأكاديمي. وفي الواقع أن مملكة البحرين بتوجيهات من قيادات الحكيمة دائما تؤكد على اهتمام بجامعة الخليج العربي وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمستواها. هذه الجامعة اليوم قد خطت خطوات متقدمة على الصعيد التصنيف العالمي أو على صعيد البرامج التي تقدمها، فكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجامعة، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات. من جانبه أكد الدكتور خالد العوهلي رئيس الجامعة اعتزازه بتخريج هذه الدفعة من الطلبة، والذين ينقسمون إلى 133 طالبا وطالبة تخرجوا من مرحلة الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه والماجستير والدبلوم، و140 طبيبا وطبيبة تخرجوا من كلية الطب والعلوم الطبية على مستوى البكالوريوس، إلى جانب 25 خريجا من الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالمعهد العربي الفرنسي. احنا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة 13 من خريجي الجامعة، وهي لحظة إنجاز بالنسبة لنا، وأيضا لحظة إنجاز كنموذج للاتحاد الخليجي. ما شاء الله تخرج اليوم 298 طالب وطالبة من جميع مراحل الجامعة في الطب وفي التقنية وفي التربية، وأصبح الآن عدد خريجي الجامعة يفوق 4000 طالب. وساعدتنا أن التمثيل الخليجي موجود في الجامعة من جميع دول الخليج العربية، اللي يثبت الحمد لله جدارة ونجاح مشروع هذا المشروع الخليجي. العوهلي أعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية من هذا المشروع لبناء المستشفى الجامعي للمدينة الطبية. الميزة الموجودة في جامعة الخليج العربي أن احنا نتلاقى من جميع دول مجلس التعاون، وهذا الشيء ساعدنا أن احنا إضافة إلى الإعداد الأكاديمي المتميز والمكتبة العلمية الثرية والمصادر الثرية وتنوع مجالات الأساتذة اللي يدرسونا، أن احنا نحتك بأصحاب التجارب المختلفة في دول مجلس التعاون، وهذا يساعدنا دائما أن احنا نطور ونكيف تجارب أفضل من حيث القيمة حق الطلاب الموجودين في هاي البرامج. أنا مبسوط أيضا أني تخرجت من جامعة مثل جامعة الخليج العربي، جامعة تتميز فيها بأنه يتشارك جميع طلبة دول الخليج العربي بخبراتهم وأيضا بالثقافة اللي هم جايين فيها من بلدهم. والجامعة حقتنا يعني ميزتها أنها تعطينا يعني البرنامج حقها قوي من الناحية العلمية وأيضا من الناحية الإكلينيكية. ودي أشكر مملكة البحرين عن دعمها الكلي لجامعتنا عن طريق توفير جميع وسائل التعليم. وغير مملكة البحرين حبيت أشكر جميع دول الخليج العربي كذلك. والبحرين ما كانت غريبة علينا، كأنها ديرتنا، هي يعني ديرتنا الثانية، ما حسيت إني مغترب. والجامعة ما قصروا واحتضنونا احتضان زين، وعساهم على القوة.
الحمد لله رب العالمين. أنا في البحرين بلدي الثاني، كنت سعيدة خلال ومرتاحة خلال فترة دراستي هنا في البحرين بلد الثاني، وما حسينا أبدا بالغربة. كنا قروب من الطلبة العمانيين، ومعنا كويتيين وسعوديين والبحرينيين. حلم دراسات العليا كان يراودني قبل 14 سنة، والحمد لله الحلم تحقق في بلدي الثاني البحرين. فأنا أنصح كل خليجي أن أي في هاي البلد المضياف اللي فعلا ما حسينا فيها بالغربة وسط أهلنا وحبايبنا. يذكر أن جامعة الخليج العربي تحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، وبمساندة من وزراء التعليم والتعليم العالي الخليجيين والرأي والمشورة من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب الجهود التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بما مكن الجامعة من الوقوف على أرض صلبة من الإنجازات والنجاحات الريادية.